مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم في مره جديده وحلقه جديده من همزه وصل. تاني يوم في العام الجديد، امال جديده بتتجدد مع هذا العام 2019 بتحقيق وجني ثمار الاصلاح الاقتصادي اللي بدا من نهايه عام 2016 في نوفمبر بتحرير سعر الصرف. المخاوف التي عند الاقتصاديين وغيرهم دائما بتكون من الزيادة السكانية، خاصة أن مصر ما زالت بتعيش على تقريبا 8% من مساحتها الإجمالية اللي هي 1,000,000 كيلومتر مربع، ونعيش على الواد الضيق. ما زلنا محاولات حكومية بتعليمات رئاسية بفتح الأماكن الجديدة والخروج إلى المناطق المفتوحة، عاصمة إدارية جديدة، مدن جديدة على أحدث المستويات العالمية، ولكن ما زال التخوف من الزيادة السكانية التي يرى البعض أنها ستأكل الإصلاح الاقتصادي وغيره من طبعا عمليات التنمية المختلفة. لكن البعض يرى أن الصين والهند ضربتا تجربة رهيبة جدا في عملية التنمية الاقتصادية مع وجود كمية كبيرة من السكان. الصين نحن نتحدث فوق 1,400,000,000 شخص تقريبا، يعني تقريبا داخلين في 1,500,000، الهند 1,200,000. وعمليات التنمية الصين هي ربما الاقتصاد الأول على مستوى العالم الآن الذي يعمل والذي يحقق نسبة تنمية فوق 6%، أو ده طبعا بعد ربما تخوفات من تباطؤ الاقتصاد في 2019 على الصين، هيوصلوا 6.2 ان هم كانوا معديين الستة داخلين في 7.8%. لكن الصين تعتمد على القوة البشرية كأساس ومحرك لاقتصادها. الصين ضربت كل التوقعات، وأيضا الهند تتبعها في هذا. سنتحدث اليوم في هذا الموضوع وسؤال حلقة اليوم: كيف يمكن مواجهة السيادة السكانية ومخاطرها على التنمية؟ وبالطبع هذا البرنامج لكم في أي مكان للمشاركة بالتعليق بآرائكم مقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، كلها بعنوان واحد هو همزة وصل إي جي، وخاصة الفيسبوك. دعوني أخرج إلى فاصل معلوماتي سريع ثم أبدأ بعدها معكم التواصل. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا فصل معلوماتي سريع، أهم المعلومات حول سؤال حلقة اليوم وعن الزيادة السكانية. دعوني أستمع إلى تعليقاتكم وأراءكم ومقترحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي التي تزيد دائما هذا البرنامج سخونة حول موضوعاتنا بالمشاركات التي نتلقاها منكم والتي تزيد من أهمية هذا البرنامج. سأنتقل إلى زميلتي عبير شوشة مع مجموعة من تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوك. مساء الخير يا عبير.
مساء الخير يا حسام ومساء الخير مشاهدينا. الحقيقة تعليقات النهاردة قدمت الكثير من الاقتراحات من أجل مواجهة هذه المشكلة الزيادة السكانية. يمكن من بين هذه الاقتراحات وعلى رأسها التوعية، تكثيف التوعية عن طريق كافة الوسائل، يعني الإعلام بكافة صوره وأشكاله، إعلام مرئي مسموع مكتوب وغيره، أيضا عن طريق المساجد، عن طريق المدارس، عن طريق أماكن العمل، تكثيف التوعية وتكثيف التثقيف في هذا المجال. أيضا أيدت التعليقات موضوع تقديم حوافز لمن يلتزم بتنظيم الأسرة، يعني الإعفاء من مصروفات معينة، إعطاء دعم في مجال معين. على الجانب الآخر يجب أن يكون هناك إجراءات صارمة، وده على حد تعبير التعليقات أيضا، في مع من لا يلتزم بموضوع التنظيم هذا. يعني التعليقات أكدت واتفقت على أن الزيادة السكانية مشكلة يجب مواجهتها بكافة السبل والطرق. وخلونا نقرأ بالتفصيل ونعرف آراء حضراتكم. البداية مع ناهد عبد الفتاح: السلام عليكم. تعاني الدولة من الزيادة السكانية مما لا يظهر أي أثر لمجهودات التنمية ورفع مستوى معيشة الأفراد. أيضا كل المحاولات التثقيفية باءت بالفشل، خاصة بعد تعدد الزيجات وعدم وجود قوانين تعاقب الأسرة على عدم تحملها لمسؤولية تربية أبنائها. والعلاج يكمن في التشجيع السليم. الإنجاب معناه أسرة مستقرة ومستعدة من كافة النواحي لتحمل مسؤولياتها، ويترتب عليه استعداد الدولة أيضا بمجموعة من المشروعات المستقبلية. فإن كان الدين يمنع إصدار تشريع بتحديد عدد الأطفال لكل أسرة، فالدين يمنع أن تكون الشوارع ملجأ لأطفال المسلمين. إذن فلا مانع من تصريح من مكتب الصحة لكل طفلة تريد الأسرة إنجابه، واستخراج هذه الرخصة يكون بعد دراسة حالة الأسرة من كافة النواحي بمعرفة الجهات المختصة. أما العقاب للمخالف لابد أن يكون رادع، مثل الحرمان من الجنسية أو الحرمان من الدعم أو الحرمان من مجانية التعليم أو من السكن في مشروعات الدولة. لابد أن تكون أيضا هناك شهادة ميلاد بحسب توفير أو بحساب توفير بتقوم أسرة المولود بدفع مبلغ له حسب مستواها الاجتماعي، ولا يتم استرداد المبلغ إلا بعد انتهاء تعليمه، وقواعد هذا المبلغ بيكون نسبة في ثمن شقة للطفل حسب مستوى شهادته. يعني الأستاذة نهى بتقدم الحقيقة العديد من الاقتراحات. ننتقل لتعليق آخر: وفيق الغمري: زيادة سكانية مع نسبة جهل ومرض وعدم قدرة على الإنتاج في ظل إمكانيات محدودة أكيد ستعيق التنمية. الدولة تعمل جاهدة لتحسين التعليم والصحة وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة لزيادة الإنتاج، وأيضا وضع الحوافز لتشجيع تنظيم النسل. كل ذلك منظومة متكاملة تصب في مصلحة التنمية وشعور المواطن البسيط الذي يجب أن يكون أيضا إيجابيا ويبدأ بنفسه. جابر خلف: الأمر محتاج إلى تكاتف جميع الجهود من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارة الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة وأيضا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والمجتمع المدني من أجل زيادة الوعي لدى المواطنين. إذن الوعي، المجموعة الأولى من التعليقات بتعتمد على زيادة الوعي وتثقيف المواطن. خلونا نبدأ المناقشة سريعة مع زميلي حسام. إليك حسام. بشكرك يا عبير، وبالطبع بشكر كل من شاركنا بالتعليق وإبداء الآراء والمقترحات، وهي مرحب بها دائما في همزة وصل هذا البرنامج، دائما منكم وبكم وإليكم. أبدأ اتصالات الهاتفية مع المختصين، نحلل هذا الموضوع، وبالطبع هم استمعوا إلى مجموعة من تعليقاتكم التي شاركتونا بها. معي عبر الهاتف الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، ومعي أيضا النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب. وأبدأ مع دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان. دكتور عمرو، تحياتي. تحياتي ومساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك محمد ابو حامد وكل السادة المشاهدين. اهلا بيك دكتور عمرو. لازم اسالك سؤال، يعني في المقدمه قلت ان الصين والهند ضربت المثل في موضوع التنميه السكانيه واستخدام الموارد البشريه في الاساس. الزياده السكانيه في مصر هل هي عامل خطر ولا يمكن تحويلها لعامل نجاح؟ وايه اسباب الزياده السكانيه في رايك؟ خلينا الاول نتفق، نقول هي الزيادة السكانية دي نعمة ولا نقمة؟ تمام. نقول إن الزيادة السكانية نعمة لغاية مستوى معين. بعد كده بتتحول إلى نقمة. جميل. مصر دلوقتي ده هو نقمة. ليه؟ لازم دايما يبقى في توازن ما بين حاجتين، ما بين معدل النمو الاقتصادي. صحيح. معدل النمو السكاني. صحيح. خبراء الاقتصاد حسبوها، قال لك عشان المواطن يحس بفرق في المعيشة، لازم معدل النمو الاقتصادي يكون ثلاث أضعاف معدل النمو السكاني.
مصر الحمد لله بتحقق سفرات معدل النمو، بس انت معدل النمو السكاني بياكل كل حاجه. نعم. ده الدليل اللي بيخلي المواطن يقول لك انا مش قادر احس بثمره المشاريع ولا الشغل. طيب سؤال عارض كده، هل عندنا احصائيه بمعدل النمو السكاني، احصائيه موثقه الان بنسبتها تقريبا كام؟ نقدر نقول ان معدل النمو الاقتصادي، معدل النمو السكاني 2.5 ومعدل النمو الاقتصادي 5.2. تمام. يعني انا محتاج ان معدل النمو الاقتصادي بتاعك يكسر 7.5 صحيح دلوقتي. وكلام الناس بتوع الاقتصاد هنقعد سنين كتير عشان تعرف تجيب المعدل ده، فبالتالي هنقعد لو كملنا بالمعدل ده هنعيش سنين كتير، الناس مش هتحس بفرق. صحيح. اللي في ايدينا واسهل ان انت تتحكم في معدل النمو السكاني، انت في السنه بتولد 2.5 مليون مولود. الرقم ده كبير ولا قليل؟ لا كبير جدا بالمعدلات اللي احنا بنتكلم عليها. قاره كامله زي اوروبا في السنه بتولد 5 مليون مولود. انا لوحدي بولد 2.5 مليون مولود. عاوز لغه الارقام، اصدق ارقام، سنه 1950 الزياده اللي انا كنت بزيدها في السنه زي دوله اوروبيه واحده اللي هي كانت ايطاليا. طب انا دلوقتي الزياده السكانيه اللي انا بزيدها نص قاره يعني كامله. ومش دول، مش ايطاليا بقى، بقينا ايطاليا وانجلترا وفرنسا واسبانيا والسويد، بقينا احنا اكبر من 5 دول مجتمعين مع بعض. ويمكن هقول لك حاجه بالارقام، سنه 1955 عدد سكان مصر كان 23.5 مليون. طب وعدد سكان دوله زي انجلترا كان 51 مليون، يعني هم كانوا اكثر من ضعفك، هم 51 مليون وانت 23.5 مليون. طب في 2019 يعني بعد رحله 64 سنه انا نطيت عديت ال 98 مليون، يعني انا زدت 75 مليون في 64 سنه. طب انجلترا عملت ايه؟ كل الحكايه زادت من 51 مليون ل 66 مليون، يعني زادت 15 مليون وانا زدت 66 مليون، وانا زدت احنا زدنا 75 مليون. 75 مليون. يبقى هم زادوا 15 وانت زدت 75 مليون، يبقى انا اقدر اقول لك رقم كمان، معدل الزياده السكانيه في مصر 5 أضعاف الدول المتقدمه. طب دي معناها ايه بلغه الاقتصاد؟ ان الحكومه الانجليزيه الطلب ان هي تبني مدارس ومستشفيات وجامعات ل 15 مليون واحد، وانت طلبت من الحكومه المصريه تبني مدارس ومستشفيات وجامعات وتوفر فرص عمل 75 مليون واحد. يبقى انت لما المواطن المصري يسالني هو انا ليه مش عايز زي المواطن الانجليزي؟ الرحله انت مصعبها عليا، انت مركب طوب على ظهري مش عارف امشي. صحيح. اقول لك حاجه ثانيه، انا طريقه اصعب بكتير، انا غير ان الحمل على ظهري تقيل، طريقه اصعب. ليه طريقه اصعب؟ شوف انت دخلت في كم حرب بعد 55، حرب 56 اليمن 67 واليمن صحيح استنزاف اكتوبر وحرب ارهاب، انا دخلت في 6 حروب. يبقى انا ليه مش عايش زيهم؟ عشان سببين. طريقي اصعب، ادرك ونصيبك انك موجود في منطقه كلها حروب. وليه انا مش زيهم؟ الحمل اللي على ظهري اتقل من كتير، الحمل تاني ظهري خليه مش عارف امشي والطريق صعب، الطريق صحيح بيعافر معاك. فيبقى انا مش هقدر ادرك ان انت في المنطقه دي دايما فيها توترات، بس القدر اللي اقدر اعمله هو ايه؟ ان اخفف الحمل اللي على ظهري، فبالتالي اقدر احس بفرق في مستوى المعيشه. وده اللي الناس لازم تفهمه، يعني انت ناس ممكن تهاجم وتقول لك لا ده احنا الحكومه مقصره. ما انا لما اضرب لك مثل زي ده واضرب لك مثل تاني، انا قلت لك ده سنه 1950 اللي احنا كنا بنزيده زي دوله زي ايطاليا. سنه 1955 سكان ايطاليا كانوا 48 مليون، يعني كانوا ضعفنا، هم كانوا 48 مليون وانت 23.5 مليون. بعد 64 سنه ايه اللي حصل؟ ايطاليا كل الحكايه زادت من 48 ل 59، يعني زادوا كام؟ 11 مليون. ده طبعا احنا ما حطيناش العوامل الثانيه المختلفه، احنا عايشين على قد ايه؟ احنا عندنا كيلومتر 100 مليون كيلومتر مربع، وهم قدنا 3 أضعاف تقريبا عدد السكان، المناطق هم عايشين على كل ايطاليا، احنا عايشين على 8% زي ما انا قلت. يعني ودي مشكله، وبرضه ممكن الناس تنتقدك تقول لك طب هو انت ليه مش عايش اللي على 7.7 من المساحه؟ يمكن سياده الرئيس ابتدينا دلوقتي مع المدن اللي بتبني وان بتبني العاصمه الاداريه وتتوجه، بس هقول لك يا ريتك كنا عملنا الكلام ده من زمان. وحاجه ثانيه برضه، انت كان كل فلوسك زمان بتوجهها في الدعم، عشان الاكل والشرب لكل الناس دي. صحيح. انت ما كنتش بتحط حلول حقيقيه. الفلوس اللي انا كنت مفروض ابني بيها مدن جديده، ابني بيها مدارس، واصلح البنيه التحتيه واصلح التعليم واصلح كل حاجه. انت كنت بتطبطب على الناس والفلوس دي بتدخلها بدعم اكل وشرب وطاقه. انت دلوقتي حقيقه انت احنا بنصلح، فانت بتدفع فاتوره دلوقتي والفاتوره القديمه صحيح بتدفعها، فبالتالي طيب الناس هتبقى تعبانه ليه؟
عشان احنا بنحاسب مرتين، فاتوره دلوقتي وفاتوره زمان، صح كده؟ تمام. دكتور عمرو خليك معايا ارجوك، وانتقل لسياده النائب محمد ابو حامد وكيل لجنه التضامن. سياده النائب تحياتي. تحياتي يا فندم لحضرتك وللساده المشاهدين وللدكتور عمرو. طبعا موضوع الزياده السكانيه، بما ان دكتور عمرو برضو اتكلمنا على موضوع الدعم، حقيقي الدعم مهم لفئات كتيره وما نقدرش ننكر ده، بس ايضا هو حمل وحجر عثره على كاهل الحكومه، بيتقل الحكومة بشكل كبير. احنا تقريبا تلتين الميزانية رايح دعم، ما بين وقود وما بين طعام. فكرة ازاي نوازن بقى ما بين بداية زيادة سكانية، خاصة ان هي بتزيد في الافراد ذوي الدخول القليلة، وفي نفس الوقت عن الحماية الاجتماعية. يعني خلينا اقول بداية انه احنا كانت المشكلة الاكبر في قضية الدعم انه جزء كبير جدا من الدعم بيروح لغير المستحقين. فكان بيترتب على كده ان المبلغ اللي الدوله مفروض يعني توفره في الموازنه العامه للحمايه الاجتماعيه او الرعايه الاجتماعيه كان بيبقى اكبر بكتير جدا من ما يجب، نتيجه ان في جزء كبير بيروح لاشخاص غير مستحقين. نعم. من اول ما الرئيس تولى المسؤوليه وكان في توجيه رئاسي مباشر ان لازم تكون في قواعد بيانات دقيقه فيها البعد الاجتماعي وفيها البعد الاقتصادي، والهدف من كده انه البرامج الحماية الاجتماعية او الرعاية الاجتماعية سواء في شكل دعم خدمي او دعم غذاء زي بطاقات التموين او دعم نقدي زي تكافل وكرامة، ان يبقى اول خطوة احنا بناخدها ان هذه الاشكال والصور للدعم لا تذهب الا للمستحقين. نعم. وفي نفس الوقت مع تكوين قواعد البيانات ابتدى يحصل تنقية لكشوف المستفيدين من الدعم، فحصل أكثر من مرة أنه يتم حذف ناس من بطاقات التموين من غير المستحقين. حصل برضو أكثر من مرة أن أشخاص كانوا بياخدوا معاشات ضمانية سواء تكافل وكرامة أو المعاشات القديمة، أنه بعد ما تم تدقيق البيانات تم استبعادهم. الأمر الثاني أنه الدولة أخذت إجراءات يعني إصلاحية قوية جدا فيما يخص دعم الطاقة، فدي كلها أمور يعني ترتب عليها أنه إلى حد ما منظومة الدعم يتم إصلاحها بشكل يضمن أن الدعم يوصل لمستحقينه ويخفف اللي حضرتك أشرت إليه. هو طبعا عشان برضو لازم يعني نحق الحق ونقول ما لنا وما علينا، طبعا فكرة دعم الطاقة يعني في بعض الاعتراضات عليه، ولكن يجب ان احنا نرفعه زي ما قلت حضرتك، وهو ده يمكن اكثر المظاهر اللي دعم الطاقة بالذات اللي بيظهر فيها عدم استحقاق الكثيرين. يعني بنزين 95 ناس اتكلمت ليه مدعوم، وده ما بيستخدموش على السيارات الفارهة، وكلمنا قبل كده في فكرة البطاقات الذكية للبنزين عشان نخرج غير المصريين الغير مستحقين للدعم، وبتأثير طبعا رفع الدعم عن الطاقة ده بيرفع جميع المنتجات من نقل وغيره. برضو النقطة دي بتبقى عاملة مشكلة للناس ومش قادرة تفهم، عايزين نفهمها لهم برضو. يعني خليني أقول لحضرتك أنه من أول ما البرلمان انعقد الجلسات وما فيش قرار مرتبط بالدعم وترشيده نتج عنه أي أموال إلا وأعيد ضخها مرة أخرى لدعم الفئات الأكثر احتياجا في شكل مشروعات زي مشروعات الإسكان أو في شكل زيادة المستفيدين من برامج زي زيادة المستفيدين من تكافل وكرامة. تكافل وكرامة في بداية البرلمان كانت المخصص ليه في الموازنة العامة للدولة 5 مليار، وتاني سنة بقى 10 مليار، وتالت سنة بقى بنتكلم في 21 مليار، ومن المتوقع أن السنة دي يتضاعف الرقم ده. فأنا عايز أقول للمشاهدين يعني والمستمعين أنه أي خطوة من خطوات إصلاح الدعم ما كانش وما ينتج عنه من وفرة الأموال، كانت هذه الأموال تستخدم بنسبة لا تقل عن 80-85% في دعم الفئات الاكثر احتياجا. فاللي انا عايز اقوله انه يعني حتى يعني الاصوات اللي بتتكلم على دعم الطاقه وزياده الاسعار، انا بقول لهم في الحقيقه انه ما فيش اي ايراد نتج عن وفر دعم الطاقه الا واعيد ضخه.
نعم. حتى سيادة الرئيس في الإسكندرية في الأسابيع الأخيرة لما كان بيتكلم عن فكرة مستحقات الدولة، الرئيس ربط ما بين فكرة الحفاظ على حقوق الدولة وما بين تمويل المشروعات الموجهة للفئات نعم. الأكثر احتياجا، وقال إن إحنا مش هنقدر نبني هذا الكم من المساكن صحيح. للفئات الأكثر احتياجا إلا لما يكون في أموال، وهذه هي الأموال جزء أساسي في توفيرها أو سبب أساسي لتوفيرها هو كان إنه الهدر اللي كان بيتم في ملف الدعم صحيح. طب برضو لازم أسألك لازم أسألك سيادة النائب، فكرة إن في أفكار كتيرة وفي دول كتيرة برضو سبقتنا في هذه الأفكار، إن فكرة إن الدعم يكون موجه توجيه دقيق جدا، أولا فكرة الداتابيز قواعد البيانات للناس كلها، لغاية دلوقتي يعني دولة زي مصر ما عندهاش داتابيز دقيقة لموظفيها. طبعا هي ما احنا عندنا مشكلة طبعا ان احنا عندنا 70% من اقتصادنا يمكن اكتر زي ما الاقتصاديين بيقولوا اقتصاد غير رسمي. الجزء الثاني الافكار خارج الصندوق اللي هو فكرة ان احنا نوجه الدعم زي مثلا تكافل وكرامة، ده كانت فكرة خارج الصندوق موجهة لناس محددة. الدعم وبرضه بنتكلم دعم نقدي ولا دعم عيني؟ خليني اقول لحضرتك انه بالتاكيد الوضع اللي كنا فيه 2014 فيما يخص قواعد البيانات لو قارناه بالوضع الان احنا في الحقيقه حققنا طفره كبيره جدا، ويكفي تصريح سياده الرئيس لما قال انه في بدايه تولي المسؤوليه كان في مواقف كثيره جدا سيادته بيطلب فيها بيانات وكان ما بتتوفرش البيانات دي. احنا من خلال وزارة التضامن وزارة الإنتاج الحربي وزارة نعم. التموين وزارة الداخلية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء خلال السنوات اللي فاتت بذل جهود ضخمة جدا إلى حد ما حلت مشكلة كبيرة فيما يخص قواعد البيانات. فنقدر نقول دلوقتي وده بتصريح قالته السيدة وزيرة التضامن في البرلمان في الأسابيع الأخيرة من شهر ديسمبر 2018 لما جت لنا اللجنة ولما جت الجلسة العامة وكان في طلبات إحاطة كتير مرتبطة ببرامج الحماية واللي بتقدمها الوزارة، قالت ان دلوقتي هي تقدر تقول انه فعلا بقى في وزارة التضامن قاعدة بيانات دقيقة نقدر من خلالها نوجه الدعم للفئات اللي حقيقي بتستحق. ثم زي ما حضرتك اشرت البرامج الموجهة ان انا يبقى عندي برامج بتشجع الفئات الاكثر احتياجا على امور ايجابية، زي ان يبقى عندي برامج موجهة للملتزمين بتنظيم الأسرة، إن يبقى عندي برامج موجهة للملتزمين بإن أولادهم يتعلموا، إن أولادهم بيحضروا بشكل منتظم في الدراسة. التكافل وكرامة مثلا كان من ضمن الشروط إنه يبقى الولاد حاصلين على التطعيمات اللازمة. فيبقى أنت تربط برامج الدعم الموجهة بتصرفات إيجابية أو بسلوكيات إيجابية تؤدي إلى تنمية في نفس الوقت، يبقى أنت بتدي حماية اجتماعية بس في نفس الوقت شرطها بأمور مرتبطة بالتنمية، إن المواطن يلتزم بأمور معينة فيبقى عنده مزايا أكثر. فيبقى طيب. أنت بتشتغل على إنك ترفع كمان خصائص القوى السكانية، مش بس بتقدم لهم حماية لكن تدي حماية مشروطة فترفع معاك خصائص القوى السكانية، انك تربط الدعم مثلا بفكرة القراءة والكتابة، انك ترفع يعني والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيل الناس طبعاً. والناس ما تقعدش تاخد فلوس بس، لا هو الفكرة طبعاً. ان احنا نتحول الى مجتمع منتج. طيب سيادة النائب ارجوك ابقى معي وعود مرة جديدة للدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان. دكتور عمرو، يعني احنا تكلمنا في الفقرة او في سؤالنا الاول عن الاثار السلبية لتفاقم هذه الظاهرة على مصر وعلى اقتصادها، عايز أسألك جهود الحكومة وجهود القطاع الخاص أو الجهات غير الحكومية الجمعيات وغيره، دور المؤسسات الدينية والتعليمية في مواجهة هذه الظاهرة شايفها إزاي واتجاهها إيه؟ خلينا نأكد الأول أن الملف ده مش اختصاص وزارة الصحة أو مجلس القومي للسكان بس، نعم اختصاص الحكومة كلها، اختصاص البلد كلها كلها. نأكد مش مسؤولية الحكومة، هي مسؤولية الحكومة والناس. يعني عشان أنت أثرت نقطة مهمة جدا، موضوع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني صحيح، كله لازم يشارك. يعني أنا دائما بقول دي حرب وعي، حرب الوعي دي عشان تعرف تنجح فيها لازم كل واحد في مصر يشارك فيها
سواء هو طبيب، سواء هو رجل دين، سواء هو حد مسؤول في الحكومة، بحيث ان احنا نقدر نغير سلوكيات. انت مشكلتك انك ايه؟ اصعب حاجة تعرف تغيرها هي الحاجة الموروثة في الدماغ. صحيح، الناس اتولدت موروث في دماغهم ان هم يخلفوا 6 و7 و8، وايه المشكلة؟ ايه ممكن وارثين في دماغهم ان ايه المشكله لما البنت تتجوز عندها 11 و12 سنه، او ايه المشكله ان البنت ما تتعلمش، او ايه المشكله ان البنت يتعمل لها ختان. فالقصه دي عشان تعرف تلعب في الدماغ المصري وتقدر تغير المفاهيم الخاطئه اللي موروثه، ده محتاج جهد. جزء منه اللي احنا بنعمله دلوقتي اللي هو دور الاعلام. صحيح، انت بنقول الاعلام هو سلاح قوي وفعال جدا، ويمكن مصر كان حققت نجاح كبير في الملف ده وقت ما كان الاعلام كان مركز جدا. وحتى الريد صحيح في التسعينات تقريبا في بدايه التسعينات وكملت في الالفينات، ويمكن حتى الريد حصلت ابتدت تظهر في الارقام لينا بعد 2011. لو تفتكر 2011 وقعدنا كذا سنه بعديها 2011 و12 و13 و14 الناس كلها ناسيه القضيه الزياده السكانيه. لو تفتكر قعدنا سنين الناس ما تتكلمش يمكن الا على البرلمان وعلى الدستور. لا، وفي ظاهرة تانية مهمة جدا، هو مش عايزين نقول تراجع، يعني ده برضو ناس كتيرة شايفة ان تراجع دور المؤسسات التعليمية ودور المؤسسات الدينية بظهور مثلا مشايخ كتيرة هم اصلا لا ينتموا حقيقة للأزهر الشريف، مثلا بيتكلموا في موضوع الختان، بيتكلموا في موضوع حاجات كتيرة بتعمل بلبلة. مع تراجع نسبة التعليم أو دور المؤسسات التعليمية الحقيقي في التثقيف والتعليم والتربية وغيره، دي مشكلة طبعا. ويمكن هخلي لك الإجابة أكثر وضوحا. انت عندك حتى السنة اللي كان فيها جماعة الإخوان موجودين في الحكم، هم كانوا حريصين جدا إن هو المواضيع دي هم ما لهمش علاقة بيها، لأن هو مش مع تنظيم الأسرة، هو ضد تنظيم الأسرة، هو مش مع محاربة الختان، لا هو مع الختان. فأنت عندك برضو سنة من حياة البلد جالك جماعة هو كان ضد التوجهات دي، وعرف ان هو يوقف الشغل اللي كان بيتعمل. ويمكن الخطاب الديني هو ده اللي يمكن حتى سيادة الرئيس بيتكلم عليه، اللي هو تجديد الخطاب الديني. أيوة، اي حد من حقه انه يستلم منبر ويتكلم ويبص الافكار ويفتي يدي فتوى طبعا. لانك في الاخر سيادة الرئيس دايما بيقولها بناء الشخصية المصرية، انت عاوز تبني شخصية مصرية قوية. طيب، مختلفة. طيب دكتور، سريعا كده، انا عندي نسبة السكان في مصر لو احنا قلنا بنتكلم على 100 مليون، احنا عندنا تقريبا 60 مليون من هذه النسبة شباب قادرين على العمل. النقطة التانية، ازاي استفيد بقى واحول الميزة اللي عندي زي ما الصين والهند قدروا يعملوا طفرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي بتعتمد على العمالة الكثيفة، ازاي ابدأ انا نشط ده مع توجه الحكومة برضو عندنا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؟ هي بنقول ان هي حاجه بتسلم حاجه. بس انا عشان اقدر استغل الطاقه البشريه دي لازم تبقى الطاقه البشريه دي خصائصها كويسه. يعني احنا مشكلتنا في مصر مش في العدد، انت مشكلتك انك كل سنه العدد بيزيد، بس كل سنه الخصائص بتاعتنا بتقل. يعني ايه الخصائص بتقل؟ يعني اقدر اقول لك مثلا ان معدل الفقر في مصر في 2008 كان 22%، معدل الفقر دلوقتي كاسر 28%. طب يعني ايه الفقر زاد؟ الفقر زاد يعني هيخليك ما تدخلش ابنك المدرسه، او لو دخلت المدرسه هتخرجه من المدرسه. ابنك وده يسوي لك اميه. انت عارف نسبه الاميه في مصر 26%، نسبه الاميه بين بنات وستات مصر 31%، يعني ثلث بنات وستات مصر ما عرفوش يقروا ويكتبوا. عندك محافظات مصر حتى لو هم كانوا اصلا داخلين مدارس، يعني برضو دي النقطه. نعم، ما انا هقولها لك بقى هنا بارقام. حتى انت عندك محافظات مصريه نسبه الاميه بين البنات والستات اكثر من 50%، يعني نسبه الاميه بين البنات والستات في محافظه زي المنيا بين البنات والستات اكثر من 50%. انت عندك عدد المتسربين من التعليم السنه اللي فاتت بس لوحدها 6 مليون متسرب، يعني كان في مدارس وخبر. عندك 23 مليون مواطن مصري عمرهم ما دخلوا مدارس قبل كده. فبالتالي العظيم نشر صراحة دكتور دي أرقام تخوف، أنا ما أضحكش عليك، يعني دي أرقام تخوف وللأسف ولازم نقولها ليه؟ عشان أرد على الناس اللي بتقول لك الطاقة البشرية وإحنا فاسدين. دي كان عندهم ناس متعلمة. يعني أنا عندي طاقة بشرية بعطلانة لأن إمكانياتهم مش كاملة. عندك طاقة بشرية غير متعلمة هتشغلها بس في التكاتك، مش هينفع تستخدمها. أيوة، طاقه بشريه منتجه. طيب، بما انك انت فتحت موضوع التوك توك ده، لان انا برضو كان ليا يعني تعليق عليه قبل كده، اسمح لي برضو انتقل بيه لسياده النائب محمد ابو حامد وكيل لجنه التضامن بمجلس النواب. سياده النائب، في نهايه عصر مبارك كان في مصانع كتير وكان في شغل كتير كان بيعتمد على القوى العامله،
لما بدأ فتحت الناس للتوك توك الناس تسربت من الشغل، الصنايعية المعلمين بقوا يجيبوا شباب يشتروا تكاتك ويشغلوهم عليهم، ده ضيع جزء كبير ومجهود كبير. هو بيحل المشكلة ما نقدرش نقول، بس لغاية الوقت لم يتم التعامل مع هذه المشكلة، خاصة مع الانتاج الضعيف جدا خاصة في الفئات العاملة زي كده. ازاي نبدأ نبص للمشكلات دي مشكلة مشكلة ونبدأ نحلها بدوركم بالبداية كمجلس نواب؟ هو طبعا بالتأكيد زي ما حضرتك أشرت، يعني موضوع التوك توك ده مشاكله سواء اجتماعيا أو اقتصاديا متعددة، وفعلا صرف الشباب عن فكرة العمل وإنهم يشتغلوا في مصنع أو يشتغلوا حرفة، لأنه بيمثل بالنسبة لهم وسيلة أسهل ويحققوا منه إيرادات أكتر يعني. في الحقيقة إحنا طول الوقت بالذات في لجنة النقل ومع الكلام عن قانون جديد للمرور في كلام كتير عن المشكلة دي وإزاي نقدر نواجهها ونحلها، وأنا متهيألي إنه مع صدور قانون المرور الجديد وخلال 2019 لعل يبقى فيه بداية حل حقيقي المشكلة دي. لكن يمكن أكتر حاجة يعني تحل المشكلة دي أن هو إتاحة فرص عمل يعني حقيقية طول الوقت للشباب وأنها تكون مميزة. وأنا متهيألي أنه المشروعات القومية اللي الدولة اشتغلت فيها من أول ما الرئيس تولى المسؤولية وفرت فرص عمل لعدد ما يقلش عن 5 مليون مواطن وممكن يوصل لسبعة مليون مواطن، وفي شباب كتير بالذات العمالة المؤقتة اللي كنا بنشوفهم في الميادين الصبح يوم الجمعة وغيره واقفين معهم العدة بتاعتهم مستنيين أي حد يعني يجيبهم يشتغلوا في أي شيء يكسروا شيء أو ما شابه، الظاهرة دي الحمد لله ما بقتش موجودة لأن كل دول اتوجهوا مباشرة للمشروعات القومية سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو غيرها. فأنا متهيألي أنه مع المناطق الصناعية الجديدة مع أن يبقى في قانون المرور يعني يتم اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من الظاهرة دي، أنه ما بقاش في سماح أن يتم استيراد قطع غيار لي أو تصنيع قطع غيار لي، فبشكل متدرج بعد ما تفشى في المجتمع بالشكل ده يعني يبتدي ينحسر يعني. لكن أكثر حاجة هتعالج المشكلة دي أنه الإتاح وأنه الإعلام يبتدي يتعامل مع الشباب اللي بيشتغلوا بجد في مصانع أو بيتعلموا حرف أو ما شابه أنه هو يا سيادة النائب برضو خلينا أتكلم من على الأرض. أنت عارف اللي بيشتغل على توك توك بياخد كام في اليومية الوقتي؟ الشباب ده التوك توك بياخد من الناس أكتر من التاكسي، في ناس بتركب توك توك بتدفع فيه أكتر من التاكسي، ده برضو بيخلي الناس الناس أخدت على أنها تكسب مكاسب سهلة. إزاي أنا أقول له تعالى اشتغل، بالذات أن احنا كمان ما عندناش قانون الآن لحد أدنى للأجور في القطاع الخاص، ليه أنا أقول له مثلا تعالى اشتغل بألف جنيه وهو مثلا ممكن الألف جنيه دول يعملهم في 3-4-5 أيام؟ يعني خليني اقول لحضرتك انه جزء من يعني تفشي سواء التوك توك او غيره من وسائل المواصلات اللي هي غير مقننه هو التراجع اللي كان حاصل قبل الثورتين في خدمه النقل اللي الدوله قادره انها توفرها. صحيح. انا متهيألي انه مع خطوط المترو الجديده مع المحاولات الدائمه والمستمره للدوله انها توفر وسائل نقل، يعني يمكن هو دلوقتي لو موجود وبياخد اكتر من يعني وسائل النقل العادية الميكروباصات وما شابه عشان يمكن في بعض أماكن مش موجود غيره. لكن أنا بأكد لحضرتك مع أن يبقى في إتاحة لوسائل نقل جيدة مع أن يبقى في توفير لفرص عمل مع أن الإعلام طول الوقت يتكلم على أنه العمل الحقيقي هو الشباب الموجودين. طيب سريعا يا سيادة النائب، يعني بما أنكم طبعا معنيين في لجنة التضامن واللجان المختلفة مجلس النواب بالإنفاق الحكومي والبنود والمختلفة، تأثير الزيادة السكانية على الإنفاق الحكومي شايفها إزاي سريعا أرجوك؟ يعني بالتأكيد زي ما تفضل دكتور عمرو وأشار إلى أنه إحنا عندنا معدل زيادة 2.4 من 10% وتقريبا سيادته كنت سمعت منه ان الرقم ده ممكن يكون زاد كمان بقى 3.5% 2.5 تقريبا يعني او ما شابه يعني الشاهد انه مجرد ان انت تشوف معدل الزياده ده وتقارنه بمعدل التنميه المتحقق بالتاكيد
معدل الزياده ده بيلتهم اي شكل من اشكال التنميه. لو احنا اتكلمنا احنا محتاجين كام فصل دراسي وكام غرفه في المستشفيات ومحتاجين طرق اكتر قد ايه ومحتاجين وسائل نقل عشان نقدر نستوعب الزياده دي، في الحقيقه هنوصل لارقام مرعبه. انا متاكد انه رئيس الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء كان وهو بيعلن نتائج مشروع الاحصاء الاخير كان بيتكلم على يعني 100,000 فصل دراسي، ويعني ارقام في الحقيقه من اضخم ما تكون. انا اللي باكده انه لو فضل معدل الزياده على كده عمر ما الدوله هتقدر تواجه. مهما وفرنا من موارد، مهما يعني زاد انتاجنا، لو فضل معدل الزياده بالشكل اللي موجود ده بالتاكيد الدوله مش هتقدر تواجه. نعم، أنا بشكرك سيادة النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، بشكر دكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان. ومشاهدينا الكرام، بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من همزة وسط، تحدثنا عن مخاطر الزيادة السكانية على معدلات التنمية في مصر، وموضوع هام جدا، فكرة الزيادة السكانية المضطردة بدون ضابط هي تآكل سريع لمقدرات الوطن والمشروعات القومية وكل حاجة في حياتنا. نتمنى طبعا أن يكون الموضوع ده في ذهن الناس وفي ذهن الحكومة وفي ذهنكم أنتم شخصيا. نتمنى لكم دائما كل التوفيق مع بداية سنة 2019، هذه السنة الجديدة اللي نتمنى فعلا أن نبدأ حصاد ما تم إنجازه خلال الأربع أو خمس أعوام السابقين. بشكركم على متابعتكم حلقة النهاردة، بنقل لكم تحيات فريق العمل وتحيات حسام الدين عاطف، وإلى اللقاء في حلقة أخرى.